ده التكوين ده جه فرصه كويسه ان هم خدوه قبل البطوله قبل البطولتين، وباذن الله يشجعهم برضو ان هم يعملوا مجالات ويعملوا ارقام كويسه في البطولتين. منتخب الشباب اللي بيلعب دلوقتي في البطوله الافريقيه في موريشيوس هم 10 لاعبين ومعاهم الكابتن عماد فايز المدرب. هو كابتن، انا كلمت كابتن عماد فايز هو قال ان احنا هنحقق ان شاء الله 10 ميداليات باذن الله تعالى. ان شاء الله احنا حرصنا جدا اللعيبه اللي تسافر، كل لعيب لازم يجيب ميداليه، وبنركز جدا على ميداليات الذهب. يعني احنا باذن الله تعالى ان شاء الله اللعيبه اللي مسافره كلهم حوالي 10 لعيبه احتمال يجيبوا طبعا اكتر من 10 ميداليات، بس هم ادنى اقل حاجه 10 ميداليات بحيث ان كل لعيب يجيب ميداليه. انما في لعيب بيلعب لعبتين مثلا زي محمد مجدي بيلعب جوله وبورس، واحمد شريف بيلعب جوله وبورس، واحمد عمرو بيلعب جوله. اللعيبه دي لعيبه متميزه، وفي عندنا فاديه لعيبه متميزه، في اسلام محمد طه لعيبه متميزه في المطرقه، مع هشام برضه في المطرقه، في ايه ابراهيم في المطرقه كويسه. فباذن الله، وفي ماجد البدري في الرمح طبعا، وفي صبا السعيلي في الرمح. فان شاء الله احنا حرصنا في اللعيبه المسافره ان اللعيبه كل لعيب لازم يجيب ميداليه. مبروك فاديه اول ميداليه عملتها، اول ميداليه ذهب النهارده ان شاء الله، وعندها بكره جوله باذن الله برضو اجيب ميداليه ذهب ان شاء الله. ان شاء الله. وعندنا برضو بكره في محمد مجدي هيلعب بكره جوله، واحمد شريف، ويعني والمطرقه طبعا بعد بكره باذن الله. يعني النهارده دي اول مسابقه لينا النهارده، وباذن الله اللي جاي افضل باذن الله. طب الاستعداد كانت ايه يا كابتن احمد لبطوله التضامن؟ هل هي بطوله قربت؟ استعداد بطوله التضامن طبعا، اللعيبه فيه لعيبه جايه من بطوله العالم، في 5 لعيبه جايين من بطوله العالم، هم اصلا مسافر تضامن 8 لعيبه اولاد واربع بنات، فهم اللعيبه كلها جايه من بطوله العالم ومستعده، والباقي دخل معسكر من ساعه ما جه بطوله العالم. زي ما انت شايف كده النهارده مرنوا، النهارده كان التكوين برضه هينزلوا على التمرين، فهم يعتبروا في معسكر دائم، اللعيبه في معسكر دائم. وباذن الله يعني ده قبل دوره العرب الفرنكفونيه، هنخلص يعني دوره العرب الفرنكفونيه التضامن بعدها بحوالي 4 ايام، يعني هم يعتبروا في معسكرات مستمره باذن الله. بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله. الله يخليك. شكرا كابتن. شكرا.